وللمزيد مشاهدينا من إلقاء الضوء على جهود أهالينا في سيناء لتنمية سيناء، انضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل بعد التحية سنتحدث بالتفصيل عن دور أهالي سيناء في التنمية، ولكن قبل ذلك يعني أي فخر لأهالي وقبائل سيناء في الوقوف مع الدولة في تطهير منطقة سيناء بالكامل من الإرهاب. هو في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. هو بالطبع لازم نعرف ان دور اهالي سيناء كان دور بطولي جدا في التعاون مع القوات المسلحة لمواجهة التنظيمات والجماعات الارهابية اللي قدرت ان هي تتغلغل وتتسلل في الى سيناء خلال الفترة بعد 2011. نعم. ثم بعد ذلك وبدء في تنفيذ عمليات إرهابية. تاريخ القبائل سيناء تاريخ بطولي منذ حرب 67 ودورهم البطولي في 67 وما بعدها ووقوفهم بجانب القوات المسلحة المصرية. لا يقل دور طبعا القبائل سيناء في ذلك الوقت عن الوقت الحالي. ليه؟ لأن سيناء وأهليها وقبائلها تتميز بوطنية شديدة جدا، تتميز بحبهم لهذه الأرض ولهذه البقعة. نعم. ولهذا السبب قدروا أن هم يواجهوا العناصر والتنظيمات الإرهابية اللي قدروا يتغلغلوا داخل سيناء. وشفنا من البداية خالص كانت العناصر الإرهابية أول ما دخلت إلى سيناء سعت أن هي تروع المدنيين وتروع أهل سيناء وقبائل. نعم. وده من خلال طبعا اقتطاف لبعض الشباب من سيناء، محاولة قتل الشباب، محاولة اختطاف الأطفال، كل ده لترهيبهم وعدم التعاون مع القوات المسلحة. نعم. والشرطة المدنية، إلا أن هم واجهوا كل هذه التهديدات وواجهوا كل هذه المخاطر وقدموا شهداء كتير جدا. نعم. من أجل الدفاع عن الأرض ومن أجل الوقوف مع القوات المسلحة، لأن ده واجب وطني تعلموا جيدا قبائل سيناء، وقدرت ان هي تصطف بجانب القوات المسلحه المصريه، وان هي من خلال نعم. خبراتهم على الارض ومن خلال خبراتهم في دروب والسهول والوديان ان هم يوصلوا الى اماكن العناصر والتنظيمات الارهابيه. نعم. بالتعاون مع القوات المسلحه. طيب قال يعني اهل مكه ادرى بشعبها، خاصه استاذ جميل يعني ان هذا الدور من اهميته، ان قرار الدوله المصريه انها تتدخل في الحرب ضد الإرهاب جنبا إلى جنب، وهذا كان خيار الدولة المصرية أن هي تتدخل في الحرب ضد الإرهاب، تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع أعمال التنمية. هو بالضبط، هو كان في مسارين قامت بهم الدولة المصرية في نفس التوقيت، وهو مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية. كانت هذه التنظيمات تنظيمات خطيرة جدا ومتواجدة في كل ربوع سيناء، ولكن الدولة قدرت ان هي تواجه الارهاب باتجاهين، اتجاه الامني والمواجهة الامنية مع التنظيمات الارهابية، على الجانب الاخر اتجاه التنمية، لان صحيح. التنمية حائط صد منيع امام كل العمليات الارهابية وامام الفكر الارهابي. نعم. اللي بيسعى الى التغلغل بين الشباب. فابتدت القوات المسلحة الدولة المصرية انها في ربط سيناء بالوادي من خلال الانفاق اللي تم تنفيذها في البداية، والكباري المؤقتة، وايضا على الجانب الاخر تم بناء مدن جديده زي مدينه الاسماعيليه الجديده، مدينه رفح الجديده، التطوير في مدينه الشيخ زويد، وايضا القرى البدويه اللي متواجده في كل ربوع سيناء قدرت الدوله انها توصل لها. ده تحديدا استاذ جميل عايز اسال حضرتك عليه، كان في دراسه استطلاع راي بيتعلق بالمشاكل التي يعاني منها اهالينا في سيناء، يعني كان هذه المشاكل أو وفقا لاستطلاع الرأي كانت البنى التحتية في يعني معاناة، التعليم، الصحة، الطرق، الربط سيناء بشرق القناة بغربها. بعد جهود التنمية نحن نتحدث تقريبا عن 9 سنوات من التنوية في سيناء، العديد جدا العديد من المليارات التي تم انفاقها من ميزانية الدولة على تنمية سيناء. كيف ترى أعمال التنمية في سيناء بعد كل هذه الفترة؟ هو احنا لازم نعرف في البداية ان كان سيناء كانت مهملة لسنوات طويلة جدا جدا، وما كانش في اي عمليات تطوير ولا تحديث ولا خدمات كانت بتقدم داخل سيناء. لكن من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 وهو اولى اهتمام كبير جدا
بسيناء، لا لان ده واجب الدوله انها تقدم خدماتها لاهالي سيناء اللي ضحوا كتير قوي عشان الدوله المصريه وارض سيناء والحفاظ على ارض سيناء. فبدات الدوله زي ما قلت لحضرتك في الدخول في انشاءات وتطوير وتحديث ومناطق زراعيه جديده وبناء مستشفيات ومستوصفات وبناء مدارس في كل المدن وفي كل القرى، كل ده للاهتمام ورفع مستوى المعيشه للمواطن على ارض سيناء. على الجانب الاخر ايضا هو توفير فرص عمل للشباب المتواجدين على ارض سيناء وابناء سيناء من خلال تكون الاولويه ليهم في تنفيذ المشروعات القوميه اللي بيتم تنفيذها على ارض سيناء، وده كان شيء مهم جدا اللي هو توفير فرص عمل ليهم. الاهتمام بالشركات الوطنيه السيناويه من اجل العمل على ارض سيناء، وساهمت ايضا في انشاء قناه السويس الجديده. اذا في اهتمام، اصبح اهتمام بالمواطن، الاهتمام بمهارات المواطن، خلق فرص عمل جديده، ان المواطن في سيناء يعيش حياه كريمه بعد سنوات كثيره جدا من الاهمال وبعد سنوات كثيره من الخطر او مواجهه خطر الارهاب. اذا هو يعني هو جهد مرصود من قبل اهالينا في سيناء ومن قبل طبعا الدوله المصريه في تنمية سيناء بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا.